مساء الخير. الصراع على الغاز لا يهدأ أبدا في كل مناطق العالم، ويبدو الصراع وكأنه مباراة شطرنج بين الدول الكبرى، وتحديدا ما بين روسيا والغرب بقيادة الولايات المتحدة، لكن باقي دول العالم بما فيها دول منطقة الشرق الأوسط جزء من هذه اللعبة الكبرى. ليه وإزاي؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. لكن قبل ما نتكلم عن التفاصيل، في سؤال بيطرح نفسه: ليه الصراع على الغاز تحديدا وليس على زيت البترول أو على الفحم أو على غيره من المصادر الطاقة الأخرى؟ والإجابة باختصار شديد أن الصراع موجود على كل أشكال الطاقة، لأنه بدون طاقة لا يوجد أي نشاط اقتصادي. إنما الصراع على أشده على الغاز لسبب بسيط، وهو التغير المناخي. التغير المناخي بيخلي دول العالم بتسعى لمصدر أقل تلويثا للبيئة، والغاز هو أقل أنواع الوقود الأحفوري الثلاثة تلويثا للبيئة، وأقل تلويثا من البترول ومن الفحم. باقي المصادر اللي هي مصادر متجددة ما زالت حتى الآن غير قادرة على إن هي تفي باحتياجات الدول الكبيرة جدا من الطاقة، وبالتالي كمرحلة انتقالية للدول الصناعية المتقدمة زي أوروبا والولايات المتحدة، الغاز بيلعب دور مهم الآن ولسنوات قادمة، ومن المتوقع أن تزيد حصته في الطلب العالمي مقارنة بالفحم ومقارنة بالبترول لعدة سنوات، حتى تستطيع الدول المتقدمة أنها تنمي قدرتها من الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الطاقة المتجددة. ده الإجابة فيما يتعلق بالغاز. تعالوا ناخد أمثلة على الصراع على الغاز اللي تفهمنا كتير من اللي بيحصل حوالينا على الساحة الدولية. مؤخرا مثلا الحديث لا ينقطع عن خط غاز نورد ستريم 2. ونورد ستريم 2 ده لو حضرتك مقيم في أوروبا أو مهتم بقطاع الغاز أو مهتم بالعلاقات الدولية بصفة عامة، هتجدوا أنه بيثير كتير من الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة وبين أوروبا وأوروبا وبين أوروبا وأمريكا. القصة إيه باختصار؟ نورد ستريم 2 ده مجرد خط أنابيب غاز بيصل الغاز بينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق. نظريا ما فيش أي مشكلة في الخط ده، الروس عندهم فائض من الغاز باعتبارهم أكبر منتج ومصدر للغاز في العالم، وألمانيا واحدة من أكثر دول العالم استهلاكا للطاقة، في حاجة إلى هذا الغاز. طب المشكلة جت منين؟ المشكلة جاية من عدة اعتبارات. الاعتبار الأولاني أنه الغاز ده من وجهة نظر بعض دول أوروبا في شرق أوروبا وتحديدا يعني بيعتقدوا أنه هذا الغاز سوف يحمل لهم ضررا كبيرا. ليه؟ المسألة دي لها قصة طويلة. اتحاد روسيا الحالية هي وريثة الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي منذ نهاية الستينات بدأ في تصدير الغاز لأوروبا، وكان تصدير هذا الغاز أحد أوجه التعاون القليلة جدا أثناء الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الغربية زي ألمانيا اللي هي حليفة للولايات المتحدة. ولكن كانت الحاجة فرضت ذلك، هما في حاجة إلى الطاقة. طيب علشان تيجي الطاقة دي أو الغاز ده، مد الاتحاد السوفيتي أنابيب غاز أساسا في دولتين، بيلاروسيا وأوكرانيا بصفة رئيسية، ودول أخرى زي بولندا. فالغاز بيجي من بيلاروسيا وأوكرانيا في الشبكات ومنه إلى باقي أوروبا التي تحتاج إلى هذا الغاز. في هذه الفترة لم تكن هناك مشكلة للاتحاد السوفيتي ولا لأوروبا، لأن بيلاروسيا وأوكرانيا كان جزءا من إمبراطورية الاتحاد السوفيتي. مع سقوط الاتحاد السوفيتي في مطلع التسعينات استقلت هاتان الدولتان أو كل الدول اللي كانت تمر فيها هذه الأنابيب، والدول دي مش بس ما بقتش جزء من الاتحاد السوفيتي، دي بقت معادية لروسيا الاتحادية الآن، وبتضغط عليها عشان نمرر لكم الغاز ده، احنا محتاجين رسوم عبور وبيزودوها كل فترة، احنا محتاجين نحصل على الغاز الروسي بأسعار مخفضة لاحتياجاتنا الخاصة عشان نمرر لكم الغاز.
وبالتالي في خلافات اقتصادية ما بين روسيا وما بين دول شرق أوروبا وتحديدا أوكرانيا ثم بيلاروسيا ودول أخرى زي بولندا. روسيا في حاجة إن هي تبيع الغاز ده، لأن الغاز والبترول بيمثلوا المصدر الرئيسي للموازنة العامة لروسيا الاتحادية. تعمل إيه؟ تعمل إيه إن هي تتجاوز هذه العقبة؟ تتجاوز عقبة التحدي اللي بتمثله الدول دي، خصوصا مع زيادة الخلافات السياسية. المسألة ما بقتش خلافات اقتصادية فقط، بقت كمان خلافات سياسية. ما تنسوش ان بعد 2014 اوكرانيا اصبحت عدوا لروسيا، مش بس خصم، بعد ان ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بالقوة من اوكرانيا، واوكرانيا بتتهمها باحتلال اجزاء من شرق اوكرانيا. عشان روسيا تحل هذه المشكلة، رأت ان هي تجد خطوط بديلة تحيط بها، تتجاوز بيلاروسيا وتتجاوز أوكرانيا، وبالتالي بدأت بعدة خطوط، كان أحدها نورد ستريم 2. الحقيقة نورد ستريم 2 ده شقيق نورد ستريم 1 اللي تم تشغيله في 2011، وأيضا بياخد الغاز من روسيا إلى ألمانيا. الدول دي استشعرت الخطر، وبالتالي بدأت تضغط على الدول الاتحاد الأوروبي ويقولوا له إنه ببناء نورد ستريم 1 ثم نورد ستريم 2، اولا احنا متضررين، ولما هنفقد العوائد الاقتصاديه اللي هتوصلنا هنتضرر واحنا دول يعني حليفه ليكم. الامر الثاني ان احنا اهميتنا لروسيا هتقل، ده معناها ان روسيا لن تتورع عن التحرش بينا اقتصاديا وسياسيا وربما عسكريا ايضا. الامر اللي اعتبرته دول شرق اوروبا خليته تتصور كده ان نورد ستريم 2 ده اكبر تحدي امني لاوروبا، لانها بتتوقع ان بعد ان تستغنى اوروبا عن هذه الدول قد تسعى روسيا الى التدخل عسكريا في هذه الدول، الامر اللي ممكن يجعل خلاف. دول الاتحاد الاوروبي او مقر الاتحاد الاوروبي وقيادته بتنصت، وهي تجد ان الكلام فيه كلام من المعقولية، لان هي تشك في نوايا روسيا وبتعتقد انه اوروبا ادمنت على الغاز الروسي، بتحصل على 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، وده امر خطر، فبتحاول تنوع مصادرها من الغاز. وبناء هذا الخط نورد ستريم 2 لن يساعدها في تحقيق هذه الخطوة. في سبب ثالث ومهم بيخلي الخلاف يتجاوز اوروبا إلى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة غاضبة جدا من هذا الخط، وهددت أكثر من مرة، بل وفرضت عقوبات على أي شركة تعمل في هذا الخط، الأمر اللي أدخلها في صراع مباشر مع ألمانيا صاحبة المصلحة الأولى. طب أمريكا مشكلتها إيه؟ أمريكا أولا خايفة من زيادة النفوذ الروسي على دول أوروبا حليفتها أو حلفائها. اثنين، الخط ده معناها مغانم اقتصادية، هي لا تحب أن تذهب إلى الخزينة الروسية باعتبار أن روسيا دولة خصم أو مصدر تهديد. ثلاثة وهو الأهم، أنه في تغير جيولوجي وعلمي في الولايات المتحدة أدى إلى أنه أمريكا اللي كانت مستوردة للغاز وبتسعى لبناء محطات تستقبل فيها الغاز الجزائري من عدة سنوات، وأظن محطة اسمها كاف بوينت تستقبل، بنيت من سنوات علشان تستقبل الغاز المسال من الجزائر، مع تطور التكنولوجيا اللي ساعدتها ان هي تحصل على غاز اللي هو بيسموه الغاز الصخري من بشكل ما كانش متاح قبل كده، اصبحت هي منتجة للغاز وتحولت ميناء كاف بوينت والمحطات الإسالة هناك إلى محطات تصدير وليس محطات استيراد. وبالتالي الولايات المتحدة عاوزة هي تبقى تبيع لأوروبا على حساب الغريم أو المنافس الروسي. فهنا بقينا قدام أوروبا بقت مسرح للصراع الروسي الأمريكي، مع ملحوظة أن حتى الآن المباراة لصالح الروس، لأن الروس عملوا عدة خطوات أدت إلى أنه خلاصتها كده أن الأوروبيين يفضلون الغاز الروسي الأكثر انتظاما والأرخص.
نورد ستريم كله على بعضه مجرد مثال، لكن لما نبص للصورة الكبرى هنجد أن هذا الخط هو بيمثل جزء من حرب كبيرة جدا على مصادر الغاز وخطوط إمداده بتشمل تقريبا كل دول العالم. الصورة الكبيرة دي بتقول إيه؟ بتقول أن روسيا منذ 2000، منذ سنة 2000 الرئيس بوتين ومستشاريه قرروا أن روسيا تبقى قوة عظمى في مجال الغاز. طب هم يقرروا ازاي؟ هم اوريدي روسيا هي اكبر منتج ومصدر للغاز، لكن هذا لا يكفي، هي قدامها عقبات. العقبه الاولى ان انا عندي لازم يكون عندي خطوط امداد تستطيع ان تصل الى اكبر عدد ممكن من المستهلكين الرئيسيين، وعندي منافسين منتجين للغاز زي على راسهم دول وسط اسيا، وعندنا بالاضافه الاذربيجان. أوروبا اللي هي السوق الرئيسي لأن هي أفقر قارات العالم في الطاقة عاوزة تنوع مصادرها، وروسيا عاوزة تحتكر تصدير الغاز إليه. فتعمل إيه روسيا؟ عملت عدة خطوات. الخطوة الأولى إن بدأت هي تزود عدد خطوط الأنابيب اللي بتأخذ غازها إلى أوروبا، فهنشوف في الأيام المقبلة مثلا خط غاز جديد. بالمناسبة كل خطوط الغاز اللي بتسعى روسيا ان هي تعملها، وهم اربع خطوط اساسيين، هم بيمروا اما عن طريق بحر البلطيق الى المانيا، ومن المانيا الى غيرها من الدول ان يعني في المستقبل، او من البحر الاسود لتركيا ثم الى جنوب اوروبا. هنشوف الكلام ده في نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 جاي من بحر البلطيق تحت المية وبعدين الى المانيا، وهنشوف الكلام ده في ترك ستريم اللي هو الخط الأخير اللي بيفتتح في هذه الأيام من روسيا إلى تركيا، بيمر عبر البحر الأسود من تركيا ثم إلى جنوب أوروبا. وقبله كان في بلو ستريم أيضا بيمر من تركيا من البحر الأسود لتركيا إلى دول جنوب أوروبا. وفي الحالتين، حالة سيناريو بحر البلطيق أو البحر الأسود، هو بيتجاوز عقبة دول شرق أوروبا، الدول التي كانت حلفاء لروسيا ثم أصبحت دول مارقة ومعادية وحساسة إلى كل ما هو روسي. الأمر الثاني أن بتعداد هذه الخطوط اللي هي بتتكلف الكثير جدا بحيث يصل الغاز إلى أكبر عدد ممكن من كل بيوت ومدن أوروبا، هي بتقطع الطريق على المنافسين الآخرين زي أذربيجان وزي دول وسط أسيا. أوروبا والولايات المتحدة من وراءها غير سعداء بهذه الخطوة. ده بيعملوا إيه؟ بيحاولوا يجدوا بدائل. هتلاقي مثلا خط اللي هو الممر الجنوبي ده اللي هو بيجيب الغاز من أذربيجان وبعدين تركيا ثم يصل إلى إيطاليا وباقي دول أوروبا قائم وشغال وخط مهم جدا. طيب الولايات روسيا ترد على الخطوة دي إزاي؟ تسعى من خلال شركتها إن هي تكون شريك زي أي شركة، ما دي شركات اللي بتنفس، إن تخش غاز بروم اللي هي شركتها اللي هي كانت وزارة الطاقة أو وزارة الغاز في روسيا، إنها تدخل شريك في هذه المشروع الكبير اللي يتكلف مليارات، وبالتالي عاوزة كمان تشاركهم حتى في الخطوط البديلة. روسيا لا تكتفي بذلك، بتستطلع الخريطة في الشرق الأوسط. راقبوا تصرفات روسيا في المنطقة، هتجدوا أن من بين أهم أهدافها غير الأهداف الاستراتيجية العسكرية أن هي كلها موانئ على المياه الدفيئة، عاوزة كمان تسيطر على كل المصادر اللي ممكن تحمل الغاز الذي يتم إنتاجه في منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا. وأعطيكم مثالا واحدا أو أكثر من مثال. التركيز الأساسي والعلاقة الأساسية بين روسيا وبين إقليم كردستان في العراق كان قائم على محاولة السيطرة على أنابيب النفط والغاز التي تذهب من العراق إلى تركيا ومن تركيا إلى أوروبا، إما بإنشاء خط جديد أو بإدارة الخطوط القديمة اللي موجودة. أحد أهم الأهداف اللي موجودة في سوريا للروس هي أن سوريا معبر. سوريا ليست دولة غنية بالغاز والبترول على الأقل حتى هذه اللحظة، لكنها كانت روسيا حريصة أن هي تاخد عقود
أي استكشافات للغاز والبترول أو خطوط أنابيب تمتد من سوريا القريبة من أوروبا إلى تركيا في المستقبل ثم إلى باقي أوروبا. وهكذا طبعا الحرب دي زادت أكتر مع دخول الولايات المتحدة إلى اللعبة باعتبارها منتج، وبالتالي أصبحت المنافسة أكثر وأكثر على الغاز. آخر حاجة عاوز أقولها لحضراتكم في القصة دي، إن من بين الأحداث المهمة اللي بتدور دلوقتي هو محاولة نقل الغاز الإسرائيلي القبرصي إلى اليونان، ومن اليونان إلى إيطاليا وجنوب أوروبا، اللي هو خط غاز البحر المتوسط اللي تم التوقيع على إنشاؤه، هيتكلف حوالي 7 مليار دولار من عدة أيام. الخط ده في حقيقة الأمر جزء من الحرب الدائرة ما بين الغرب والشرق، لأن الولايات أوروبا من جانبها عاوزة حريصة على هذا الخط اللي ممكن يوفر لها حوالي 4% من احتياجاتها كمصدر آخر من مصادر بديلة عن الغاز الروسي اللي هي مش عاوزة تعتمد عليه بصفة رئيسية. والولايات المتحدة بتدعم هذا الخط بقوة على اعتبار ان ده ممكن يقلل من سيطرة وهيمنة الروس على خطوط الغاز، لكن الخط ده محتاج مننا حلقة كاملة منفصلة. أشكركم، إلى اللقاء.